هل القيام في صلاة التراويح يعتبر من قيام الليل؟ نعم يعتبر من قيام الليل ويعتبر من صلاة الليل، وأصلا ما كانت تسمى صلاة التراويح بهذا الاسم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كانت صلاة ليل وقيام ليل، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وإنما أطلق عليها صلاة التراويح بعد ذلك، لأن السلف الصالح كانوا يطيلونها جدا وكانوا يقرؤون بالمئين ويعتمدون على العصي من طول القيام، فكانوا إذا صلوا 4 ركعات استراحوا فسميت صلاة التراويح. فصلاة التراويح تسمى صلاة ليل وتسمى قيام ليل، لكن في العشر الأواخر من رمضان صلاة آخر الليل تسمى صلاة التهجد،